هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير. معكم نونو. اليوم فيديو مشوق ومجنون وما في حدا عامله باليوتيوب. طبعا أنا دائما أجيبكم أفكار مجنونة وخيالية، وأحلى ما في هذا الفيديو هو أنه راح يكون تعاون مع يوتيوبر ورسام مميز. من زمان كان بدي أعمل معه تعاون وطرحت عليه فكرة الفيديو تبع اليوم، وحمد لله حمد لله قبل إنه يعمل فيديو معي. So رحبوا جميعا ب رابح آرت. مرحبا جميعا، معاكم رابح. من دقيقة أنا لست في قناتي، إذا خلوني أعرف عن نفسي. أنا يوتيوبر، أنزل فيديوهات رسم ومقاطع فنية وكل شيء يتعلق بالفن، ومرات أجرب خدع تيك توك وهكذا، ومرات نجيب العيد. فرابط قناتي في صندوق الوصف. إذا مثل ما شفتوا، فيديو اليوم بالتعاون مع قناة المبدعة والفنانة نونو. وفكرة التحدي هي أننا نحول الحيوانات لأنمي. فكرة حماسية صح؟ إذا أشكر نونو لأنها هي اللي اختارت الفكرة. إذا خلوني أشوف وش طلع معي لحتى أحوله لأنمي. إذا أول حيوان واللي هو الذئب، أما ثاني حيوان فسأختاره في قناتي. فإذا حبيتوا تشوفوا وش طلع معي وكيف حولتهم، تعالوا إلى قناتي، الفيديو في الوصف. وطبعا ما ننسى، حظ موفق لك يا نونو، وواثق أنك مبدعة ورح تبدعي في الرسمة. ومع السلامة. So كتير متحمسة لأشوف نتيجة رسومات فيديو رابح، وطبعا أكيد رح خلي فيديو تبعه بصندوق الوصف. وكما شفتوا مع رابح، فكرة الفيديو هي أني أحول الأنمي لحيوانات، ولأني بحب أعذب حالي عملت كل شيء بالعكس. بدال ما أحط لكم بالتصويت أكثر حيوانات سهلة، حطيت لكم تصويت وقلت لكم فيه أي حيوان من هالحيوانات بتكرهوها. وصراحة أكثر اثنين اختاروا في اليوتيوب وفي الإنستا هو الضفدع والحمار، بعدين كلب في الإنستا، والقطة باليوتيوب. مياو، أنا كيوت، ليش تحطوني في هالليست؟ فيها حيوانات مو حلوة أبداً. لا لا لا، نونو في انصاف. سو كل الحيوانات عندي حلوين وكيوت. اهم شي حبيت اعطي فرص لحيوان ما بنشوفه كتير وبنقول عليها مو حلوة. وفي هالفيديو كمان رح نزل القصص اللي صارت معاكم مع الحيوانات المضحكة، رح نشوفها باخر الفيديو. سو بالنسبة للاختيار الاول رح يكون الحمار، لانه عمري شفت حمار انمي، سو حبيت ارد له اعتباره. ثاني حيوان راح نعمل له قرعة ما بين الكلب والضفدع، وراح نشوف شو خرج لي. سو راح اكتب ضفدع، وكمان راح اكتب كلب. وعملت جو، يعني جو المشعوذات. الله يستر الله يستر. المهم هون راح ابدا اختيار. قبل هيك لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تعملوا لي كومنت حلو زيكم او اقتراحات لفيديوهات جاية. وبس هيك، لايك لايك لايك. يلا نبدأ الفيديو. طبعا اول شيء لازم نقوم بالاساسيات، واللي هي رسم الراس. سو ارسم دائره، وبعدين قطعه بتقطعها الى نصفين، بس هون راح يكون الوجه جانبي. كمان برسم الجسم. اذا حبيتوا تشوفوا فيديو فيه كتير توضيح لكل ما هو رسم انمي، فراح خليكم فوق او تحت بالديسكريبشن. سو اضع مكان للانف وللفم، وهون حبيت يكون وشه شوية طويل كالحمار. يا أخي ما بعرف ليش لما أقول كلمة الحمار رح أضحك. لا والله سوري، ما رح خليك تبكي مرة ثانية، بس تقريبا كل مقطع هالحمار.
أو الحمارة راح أضحك فيه وما خلص ضحك. So بعدين الرقبة تكون شوية طويلة كمان لأنه حمار يعني، بس والله مو بيجوراتيف يعني، بقول حمار كشي حلو، هو حيوان يعني ليش ينظلم هيك؟ وليش لما نقول حمار فهذا يعني شيء سيء؟ هذا هو شكله قبل ما يصير حمار. شوفوا آخر ورا شكله الآدمي، بعدين راح يتحول بشوي بشوي على حمار. المهم أول خطوة لحتى يتحول لحمار هو الذيل. صف شو هالموسيقى الحزينة، والله فكرت نفسي في فيلم، في مشهد موت. قلتلكم يا جماعة رح نحوله لأحسن حمار أنيمي بالعالم، والله رح تشوفوا النتيجة رح تنبهروا. فرح نرجعوا كينج، ياس كينج، كينج بمعنى الكلمة، يعني هالأنيمي رح تكون زوجته أميرة، والله أحسن من الأميرة، رح تشوفها ملكة جمال، والله ممكن يعني تربح في ملكة جمال العالم بكل سهولة. يلا بدون مزح، ورانا شغل طويل لحتى نوصل لهاللحظة. وما إلكم عدد المرات اللي محيت فيها سكتش، طبعا لأني ما استعملت مربعات وهذه الرسمة تماما من خيالي. ما أخذت ولا إنسبريشن ولا أي شيء. والله الورقة عم تبكي، والله عم تبكي، والله الورقة انحفرت. وهون بعد ما انتهي من الديل ببدأ أركز في الملامح الثانية اللي بتميز الحمار، بس هذا راح تكون حمارة يعني، ما بعرف إذا كاين حمارة. نعم أنثى الحمار تسمى حمارة يا. يلا نبحث عليها. ما اسم أنثى الحمار؟ يطلق على أنثى الحمار اسم أتان. أتان؟ ما شاء الله معكم أتعلم أشياء جديدة، واو. ثاني إشي بيميز الحمار هو الأذنين، ورح أدلهم أذنين هيك كيوت، أرجع أدلهم لأنه حبيت يكونوا أكثر بيشبهوا للحمار. وبعدين عملت له شعر، أو عملت له شعر، وهالشعر طبعا كشعر الحمار لأنه شعر الحمار بيجي هو كبير وكالحصان وهيك. وبعدين عملت لها زي برنسس، ما بدي اشوف حمار مظلوم اليوم. بتضحكوا الان بس بعدين لما تشوفوا الرسمه بالاخير، واو والله احسن رسمه شفتها بحياتي واحسن رسمه لانيمي رسمتها انا لحد الان. المهم كانت هذه الرسمه، انهيت من الفم، العينين حاولت اخليهم يشبهوا شوي عينين الحمير، بس الانف خليته ساده يعني أنف أنيمي، والفم خليته يكون شوية بومبي يعني بارز لأنه الحمار عنده فم بارز. هون لحتى أختزل الوقت رح أحبرها وراء الكاميرا بقلم مايكرون ضد الماء، وهب ترى. شو رأيكم؟ صراحة في الرسمة ما حبيت أفتح الفم تبع الأنمي لأنه بتعرفوا إذا فتحت فم الحمار شو بيحصل. سوليك خليته مشدود لأنه ما بده فضايح. بالنسبة للعين بعرف 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 بتقولوا لي العين عين الحمار مو زرقاء، إنه بدي أعطي لمعة على الوش، ما يكون كل شيء. الرسمة رح تكون بايخة لو كان كلش على بعضه أو بني، ما حبيت يعني تكون الرسمة ما عاطية لمعة، ولهيك اخترت هاللون. بالنسبة للعين عطيتها كتير لمعة، وعشان ما تتفشو خلينا نعمل حركات سحرية للتلوين. وهون بدي اقول انه عملت لها ميك اب في فمها يكون افتح من وشها، لانه الحمار كمان عنده فمه ابيض وكل وشه سواء بيكون بني او رمادي. وصراحة بالنسبة للون البشرة كتير حبيته، حتى اني ما عمري رسمت بنت بهاللون، شكلي بعتمد عليه في ان شاء الله في الرسومات الجاي عندي. حبيت أقرب أكثر للحيوان، لهيك حبيت يكون سواء يكون هيك
بني أو يكون مثلا رمادي، بس بني كان أسهل علي شوي، وهذا اللي راح أفعله كمان نفس الشيء بالنسبة للضفدع. يعني التحدي بالنسبة إلي هو إنه أرسم أقرب شيء للحيوان بس يكون أحلى. والله صراحة هالرسمة تفكرني بأنها زي يعني سندريلا، والله أبدعت، والله أنا فخورة بنفسي. ما كنت فخورة بنفسي قد إيه، لأنه رجعت الحمار اعتباره، ورجعت الحمار أحسن أنيمي بالعالم. الحمار رح يشكرني، والله رح يشكرني بعد هالفيديو. إذا لقيت حمار بالشارع هيك رح يعمل. والحين رح نجي لأحسن مقطع، واللي هو رح نحول الدريس تبع هالحمار إلى سندريلا. بالنسبة لرسمة الضفدع أنا already رسمتها، ما حبيت يجي الفيديو كتير طويل، وهذه كانت النتيجة. عملت أنيمي وكالأول، يعني في الأول بيكون إنسان وبعدين بتحول أنا لضفدع، وحاولت أركز على ملامح الضفدع واللي هي العيون الكبار واللي على شكل دائرة كبيرة واللي بين العين الأولى والعين الثانية مسافة. سو كل إشي اللي بتميز الضفدع عملتها. كمان بالنسبة للشعر حاولت أعمله قصير لأنه الضفدع ما عنده شعر كتير، سو ما حبيت يكون له شعر طويل. وكمان شو أهم شيء هو الأذنين، أذنون الضفدع على شكل نصف دائرة. هذا مو أذنين، هذا عينين الضفدع. الضفدع ما له أذنين. والله لا أبحث عليه. أذن الضفدع، الضفدع وين أذن الضفدع؟ هل في أذن الضفدع؟ ما بيبين. الضفادع لا تمتلك أذنين ولكنها تسمع عن طريق الفم. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل يا جماعة الضفادع فعلا ما بتمتلك أذنين؟ wait رح أسألهم بالإنجليش. frog yes شو بقولون؟ بلا يا جماعة وين بيقولوا إنه هون frog. صراحة اوكي تشوفوا هذه الطبلة، يعني سو هذه الطبلة هي الإيرز طبعها. ميز الضفدع ما عنده ديل، ما عنده أي شيء، وطبعا البشرة اللي راح تكون نفس بشرة الضفدع. حبيت أذكر شوية بالمحيط تبع الضفادع واللي هو محيط المي، والورقة اللي على شكل مظلة، هالورقة يعني بتشبه الأوراق اللي بتكون مع الضفادع. سو هيك يعني بعد ما محيت بقايا القلم بالملمحات، ما عجبني التحبير كثير وفي أشياء ما حبيتها بالرسمة، سو حبيت إنه أعيد الرسمة مرة ثانية. واللي عملته هو إنه قلبت ظهر الصفحة وعبيته بقلم الرصاص، وبعدين بدأت أخطط فوقه هيك، وهذه شكلها بعد ما حددت فوقها. وهيك برجع أعيد التحبير ويكون هذه هي نتيجة التحبير. أتمنى تنال إعجابكم، أنا عجبتني. طبعا في غلط، هو أغلاط يعني بسيطة في الحجم، وهيك هو يعني جبت العيد باليدين،
صراحة أنا عندي مشكلة كبيرة مع اليدين، خصوصا لما أرسم يد من خيالي، هذا كتير صعب علي. يا لازم أجيب العيد، أنا مو رسماتي كلها بيرفكت، رسمة الحمار ده أزت بيرفكت وهذه تكون ما بيرفكت. رسمة الحمار شو يا عم، رسمة الحمار ما عملتي إلا يدين. إيه صراحة قصدت إنه ما أعمل إلا يدين عشان ما يكون العيد عيدين. وفي هذه الرسمة استعنت كتير بالألوان الخشبية، ولكن طبعا كان الأساس هو الماركرز لحتى طبعا أسرع الفيديو. إذا حبيتوا فيديو مختص بالماركرز فأنا عملته قبل، شرحت فيه كل الماركرز اللي عندي والأنواع اللي عندي وكيف أستعملها، رح خلي لكم إياه بصندوق الوصف وبالديسكريبشن كمان. وزي ما تشوفوا هون اخترت أخضر يكون فاتح زي أخضر الضفادع يعني، وهذا اللي طلع معي. وتشيكس تبعها عملتهم بالوردي اللي مايل على الأورنج، صراحة عجبني لون البشرة، ما كنت متوقعة أبدا يطلع بهذا الشكل، بس رح تشوفوا حتى العينين والكل كل الرسمة على بعضها رح تكون حلوة إن شاء الله بإذن الله. وأهم شيء أهم شيء أهم شيء هو إنه هالرسمة كمان من خيالي. سو يا ناس يا ناس، أنا كل شي جبته من خيالي اليوم وعصرت دماغي تعصير لحتى أجيب لكم أحلى الرسمات. So please إذا عجبكم الفيديو لحد الآن لا تنسوني من اللايكات والشير، هذا بيشجعني كتير 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 وبيدعمني أكثر لحتى أجيب أفكار أكثر إن شاء الله. كنت نزلت بوست بالإنستا وكمان باليوتيوب لحتى يعني ندردش شوي نضحك شوي، قلت لكم شو أكثر مواقف مضحكة عملتوها مع الحيوانات. وأنا لهلأ ما قريت ولا قصة، صور رح نقرأها مع بعض عشان يكون الضحك يعني على المباشر، ورح تشوفوا الرياكشن تبعي على المباشر، يعني إذا كانت القصة مو مضحكة رح تفان علي دايركتلي. سعلي شريف بيقول مرة كنت ماشية بأمن الله وراحته لصديقتي ببص عادي ببص عادي جنبي وأنا ماشية كلب ومطلع لسانه، طلعت أجري على الطريق لولا واحد رمى علي هالشي وأنا ماشية ومصدومة، كانت 3 مرات كلب يجري وراي. يا أختي أنت ليش يعني؟ أوكي رح أعطيك الحل للمرة الرابعة. والحين رح أحاول أجمع أفكار تبع الدريس تبع الضفدعة، وحبيته يكون أخضر على روز، سو هذا اللي رح أعمله إن شاء الله. وهذا الدريس اللي اخترته اللي عجبني لحتى أستوحي فيه ألوان الدريس تبع الضفدعة. نرجع لقصصنا مع الحيوانات. هذا MG22 بيقول مرة ربيت بطة صغيرة، مرة كنت باكلها وقمت صارت تركض وراي، وقتها كنت صغير هربت منها تخيلتها تاكلني. يا روحي. الحيوانات صراحة اكتشفت شيء غريب، انه لما يكون واحد صغير وهيك دغري يعني بيجروا وراه، بس لما يكون واحد كبير على حسب الحجم يعني.
وهذه أمينة أوتاكو بتقول: مرة لما كنت ألعب مع قطتي الصغيرة كانت هادية كتير لحتى أصبحت ترتعش بشكل غير طبيعي وصارخ لشي من وراي، وأستدير لألاقي كلبة خالي نوفا وهي عم تطالع فيها وكأنها بدها تأكلها، لكن فجأة صارت الكلبة تلعق القطة يلي هي خايفة كتير. يا روحي على القطط. صراحة القطط والكلاب عندهم يعني أشياء واو ما شاء الله. والله لما قريت هالتعليق حسيت إنه فيلم رعب، يعني والله كنت حاسة إنه هيخرج شي وحش ولا شو، بس طلع كلب أصلا كان مربيته واو. وهذه حبيبة قلبي روعة الرسم، إذا ما بتعرفوها فهي يوتيوبرز كمان ورسامة، بتقول: مرة كنت برسم وأصور فيديو اليوتيوب وجاء هوي ممكن قطة إلها ولا ما بعرف شو هي هذا، وهوي وقعت قطرات الماء على رسمي وإني حبيت أكمل الرسمة وخربت أكثر. أوماي جاد، هذا يعني شي بيحصل كتير معي، بس أنا ما عندي قطط. عندي أطفال وهدول أرعب من الحيوانات، والله الكوارث اللي بيعملوهم الأطفال أكثر من الحيوانات. أنا يا أخي ربيت قطط وربيت كل أنواع الحيوانات، ما شفت أكثر رعب من الأطفال. تعبت وقال صداع وقال إقراع جننوني. وريتا أوتي بتحكي لنا: مرة كنت بالبيت في بيت الكل يوم، جيت أمشي وأشوف شي غريب كأنه ظل، فرحت لعنده فجأة تنقز علي بس سودة تخوف وجلست بكي من الخوف. بس هذا شو؟ بسة أوكي. بسة يعني قطة. أوكي حطوا لايك واشتراك وباي. شكرا يا ريتال، بتقولكم حطوا لايك لإلي يا لنونو، مو هيك ريتال؟ So thank you ريتال. وصراحة كنت بدي أعرض أكثر قصص يعني، بس ما في أبدا 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 وقت لهيك، رح خلي إن شاء الله القصص الثانية في الفيديو المقبل إن شاء الله. أنا عارفة إنه هالفيديو رح يعجبكم كثير ورح تقولولي بليز يا نونو أعيدي لنا حيوانات ثانية. طبعا إذا عجبكم قولوها لي بالتعليقات، ولهيك إن شاء الله رح أعمل بارت 2. شكرا على كل مشاركاتكم، بحبكم كثير من القلب. وهون رح نعمل شوية حركات سحر لحتى نلون كل شيء. كانوا هدول هم رسمتي للفيديو، أتمنى ينالوا إعجابكم وأتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع معي. قولوا لي بالتعليقات شو هي أكثر رسمة حبيتوها أكثر، وإذا بدكم أعمل بارت 2 لهالسلسلة. ورح أخلي لكم مواقع التواصل الخاصة فيني بصندوق الوصف وكمان على الشاشة. وبس هيك، الفيديو المقبل ما رح يكون الخميس لأنه أوريدي عملته اليوم الاثنين، رح يكون إن شاء الله الخميس اللي بعده. باي.